عبد الرزاق وجه لوجه مع الحارس جوما محمد الله عبد الرزاق اللي يؤكد الصفه ديالو كهداف. فعلا يسجل بكل براعه لاعب محمد الله عبد الرزاق لاعب اليسوند النرويجي. اكيد غادي نشوفوا وجه اخر الان للمباراه، اكيد ان المعطيات تغيرت في الجانب ديال المنتخب التنزاني، واكيد ان المدرب الدنماركي كيم بولسون سيتحرك في اتجاه التغيير ديال الاسلوب اعتمادا على النتيجه اللي تغيرت الان 1-0 وايضا على النقص العددي المسجل بعد طرد المدافع امبروس اغري. اذا 1-0 البطوله الوطنيه على ارضيه الميدان، هناك الحارس نادر المغري هو عبد الناصر. تمريره ممتازه عند عربي وجه لوجه مع الحارس ممتاز عربي، الطريقه اللي دخل بها المراوغه كانت رائعه من اللاعب العربي. هذا ما كنا كننتظروا من اللاعب العربي في المباراه ديالو امام جنوب افريقيا في نهائيات كاس افريقيا امام جنوب افريقيا. كانت هذه الطريقه الناجعه، مراوغه الحارس بكل براعه والتمريره كانت اروع. اذا 2-0 لفائده المنتخب الوطني. نشاهد مره اخرى المراوغه يعني كانت ديال الحارس جوما ديال الحارس او اللاعب كبير بمواصفات احترافيه كبيره اللاعب العربي كيدخل بالكره للمرمى. اذا 2-0 لفائده المنتخب الوطني. نتابع مره اخرى، جميله للعين هذه اللقطه لما الكره هناك خطره لفرقه المنتخب الطنزاني بتواجد لاعب من حجم السمنطه. كل شيء ممكن، فرصه تسديده ولا هدف. يعني هذا الهدف اللي درت عليه قبل قليل قلت يعني يجب الاحتياط لانه يعني اللاعب الطنزاني خدا الوقت الكافي ديالو باش يصوب ويسدد في المرمى ديال الحارس نادر المغري. هذا احد انشط العناصر، لاعب رمضاني عمري كيسجل الهدف الاول. نتابع مره اخرى من خارج المعترك يسدد ويسجل الهدف الاول لفائده المنتخب التنزاني. اذا يوسف القديوي غادي ياخذ مكان اللاعب عبد العزيز برادا. ونتابع مره اخرى الاعاده للهدف الاول لمنتخب تنزانيا